أود أن أذكر أن المغرب كان قد رفض منذ البداية أي فكرة للتقسيم، وكان وزيري واضحا في هذا الشأن، وكان بيان وزارة الخارجية وكل شيء كان واضحا. هنا أريد أن أوضح ثلاث أمور. أولا، المسؤولية السياسية ديال اقتراح التقسيم، لا بيكر ولا دوميسورا اقترحوا، هما غير نقلوا رسالة من المسؤولين الجزائريين للمغرب. أولا من قام بالاقتراح هو الله يرحمه الرئيس الجزائري بومدين في نوفمبر 2001 لما زار هيوستن لكي يناقش مع جيمس بيكر قضية ديال قضية الوطنية. هناك اقترح عليه يعني أن المغرب يقتسم الصحراء. طبعا كان جوابنا هذيك الساعة لا، ولا ستة أشهر بعد نوفمبر في جولاي ولا جون، السفير الجزائري في الأمم المتحدة رسل أكد استعداد، وأنا أزيد هنا استعداد الجزائر للنقاش والنظر في التقسيم مرة ثانية. يعني هذا مش غير كلام أتى به جيمس بيكر من حديثه ثنائي مع فخامة الرئيس مرحوم بوتفليقة، ولكن هناك رسالة رسمية المبعوث الجزائري السفير الجزائري هنا. 22 سنة من بعد ماذا حصل؟ يأتينا من جديد اقتراح تقسيم حامله هو لما كان المبعوث الأممي في الجزائر. طبعا قيل له بلغ للمغرب أننا على استعداد أن ننظر من جديد في التقسيم، وكان جواب المغرب وخاصة ووزيري أن المغرب هذا مولود يعني ميت، هذا مرفوض، احنا للمغرب لا نريد النقاش في هذا التقسيم. هذا يعني المسؤولية السياسية، غير باش نأكد على دور الجزائر المحوري والهام في هذا. النقطة الثانية هي لماذا الجزائر تقترح التقسيم؟ إلا شتي في التواريخ وشتي في الظرفية التي تتقدم فيها الجزائر بالتقسيم، ترى أن الجزائر تأتي بالتقسيم كلما كانت في ورطة دبلوماسية، كلما كانت ضعيفة سياسيا ودبلوماسيا، كلما كانت عليها ضغوط ديال المجتمع الدولي. وهنا أذكر أن كلام رئيس بوتفليقة كان في نوفمبر، في قبل عدة أشهر في نفس السنة الأمين العام للأمم المتحدة قال أن الاستفتاء لن ينظم لأنه إمبراتيكال، لا يمكن تنظيمه، والبلان دو ريغلومون خلاص انتهى. فهذا هو الضغط الأول اللي كان عليه. فكان الجزائر كانت بحاجة أنها يعني تخرج من هذا الموقف السياسي الصعب بأنها أتت بالتقسيم. ولكن لما راحوا لهيوستن كان كذلك عليهم أن يبلغوا رفضهم للأكور كادر الذي اقترحه بيكر. فهذا كله خلاهم أنهم كانوا على ضغوط كبيرة عليهم. المخرج هو أنه يأتوا شيء جديد لكي يشغلوا العالم ولكي يعني إثارة انتباه لجهة ثانية. ماذا حصل هذه السنة لما جاءوا؟ نفس الصعوبة، نفس الورطة السياسية والدبلوماسية تاع الجزائر. هنا أقول لك أولا ضغوط تاع المجتمع الدولي خاصة مع قرارات مجلس الأمن التي تنادي ب يعني مباشرة المسلسل السياسي، الضغوط ديال المبعوث الأممي الذي يروح عندهم ودائما يقولوا تأتي للجزائر ولكن لا تبلغ، يعني يأتي سريا كأنه يسرق. ثالثا الاعترافات بمغربية الصحراء، اعترافات دعم كبير للمقترح المغربي للحكم الذاتي. ثالثا لا رابعا كل هذه المسائل خلت الجزائر طبعا تحت ضغط كبير، خاصة الاعترافات الأخيرة ديال فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية، دول شرق أوروبا، كل هذا خلى على في الضغط كبير.
فالمخرج دائما انهم ياتون بمقترح نحل المشكل بالاقتصاد. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة موقف المغرب. قلت أن وزيري قال أنه رافض تماما. طبعا في عدة لاءات تاع المغرب. أولا كما قال وزيري سيادة المغرب على الصحراء ليست موضوع تفاوض. الوحدة الترابية ليست فوق الطاولة. التزام المغرب بحفاظ على حدوده واعترف بصحرائه قائمة. لا الثانية هو أن الإخوان في الجزائر وحتى السيد ديمسيور الله يسامحه نسي أن 35 مليون من المغاربة أقسموا أنهم لن يسامحوا فيه. قسم المسيرة الذي نادى به المرحوم الملك الحسن الثاني رحمه الله. ثالثا الإخوان إخواننا الصحراويين في الجنوب أعطوا البيعة ديالهم للملك المغرب كما أعطوها أجدادهم للملوك والسلاطين المغاربة. هذا لا أخرى. والنقطة الأخيرة هي الدماء الطاهرة ديال الشهداء المغاربة الذين دافعوا على الوحدة الترابية في الصحراء. كيف ممكن أننا نقبل أن هذه الدماء تروح هبة كذلك؟ لكل هذه الأسباب المغرب ليس عنده أي استعداد ولو يقتسم حبة رمل من الصحراء. ونتمنى أن الجزائريين وأي مبعوث جاي يكونوا مقتنعين أن هذا يعني نونيشيو وأن هذا مولود ميت ودفناه وخلصنا نهائيا من التقسيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.